طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم، محمد القاسمي. وقع نوع المشكل ولا واحد السطوط واحد الأرض دار حسيدي قاسم من 2008 حتى 2023. مؤخرا كنتفاجئوا وقضية الروتر، المهم من محكمة الاستئناف ابتدائية حكمة الصالح ديالنا، الاستئناف حكم الصالح ديالنا، دابا قضية في النقد. المشكل اللي واقع دابا هو المحامي كيعمل الروتر. هاد الايامات واحد النائب ديالنا اللي كنا عاملين حنا نائب خرج بواحد الصرح، وقيل كنظن شافوه الناس، كيقول باللي تعرض نجوج مليار، وكيقول للمحامي خصك تمشي. وهادي دابا المهم بانوا لنا هنا بزاف ديال الخروقات، والناس ناضت دابا كتهضر على هادشي هذا. يعني هادشي هذا طول من 2008 حتى 2023، يعني الناس بدات كتفقد الثقه. ولكن ملي ظهر هاد النائب ديالنا كيصرح باللي المحامي كيعطيه جوج مليار وكيقول له مشي، يعني هادشي هذا ماشي معقول. يعني دابا كنطلبوا من جلالة الملك ومن جهة المسؤولة العليا يتدخلوا في هذا المشكل هذا في أقرب وقت. وواحد الحاجة أخرى، حنا كانت عندنا الجلسة في 25 في الشهر هذا، كنتفاجئوا باللي النائب ديالنا راه هو مقيم في لندن دابا، تهو مقطع بي وعامل معنا عادي يجي في 22 في الشهر، باش في 25 في الشهر عندنا جلسة في المحكمة على داك الشيء اللي قال هو. كنتفاجئوا باللي كيعيطنا الناس وكيقول لهم انا لغيت الرحله، وجاني واحد التليفون بالنمره مجهوله، وقالوا له بلا ما تجي. يعني هنايا علامه استفهام، ما عرفناش شنو. يعني الناس كاملين عارفين باللي النائب ما جاش 22 في الشهر، وغادي يجي واحد اللحظه غادي يقول لك انا ما جيش، راه عندي جاني تهديد وجاني هادي. هنايا باش نوضنا دابا كنهضروا على هادشي هذا. وحاجه اخرى هي الناس كانت بعيده، اللي في اسبانيا اللي في كل واحد وفاين، يعني تجمعنا في الاخر ما عادش شي، ما يجيش النايب باش دابا وقع دابا هذا المشكل هذا. باسم كنوب عليا، اسم زهر القاسمي، كنوب عليا وعلى الشرفاء القاسميين ديالي عائلتي. حنا كنتموا الارض السلاليه طريق سيدي قاسم، هذه 12 سنه استولونا على 64 ديال الهكتار، 64 ديال الهكتار تبعت مزوره، واللي باعوا التزوير يعني خداو الحق ديالهم، خداو الجزاء ديالهم. الحمد لله المحكمه يعني عطاتنا الحق، واحد السبيل عطاتنا الحق، خداو الجزاء ديالهم، منه مثلا النوطير، منه المحافظ، منهم بزاف ديال الناس كلهم خداو الجزاء ديالهم. ولكن حنا 14 سنه وحنا كنطلعوا نهودوا في المحاكم على هذه الارض كنطلبوا التعويضات، ما يمكنش حنايا نمشيو ضايعين، ما يمكنش نضيعوا. دابا كنطلبوا من جلالة الملك الله ينصره والله يشافيه، وكنطلبوا من الناس المسؤولين، من الجهة المسؤولة اللي هي مسؤولة على هذا العقار، تتدخل في أقرب وقت إن شاء الله يحلونا هذا المشكل. محكمة الاستئناف دابا اللي سمعت كيقولوا بأن حكمة في الصالح ديالهم، أنا ماشي مأكدة باش ما نكذبش، أنا ماشي الحكم ماشي مأكدة في الصالح ديال من تحكم هذا الشيء، هذا القضية الأخرانية، أنا ماشي مأكدة. حنا غير كنطلبوا ان شاء الله، كنطلبوا بالحق ديالنا، كنطلبوا بالتعويضات. حنا كنطلبوا بالتعويضات، واللي جا على دابا على لسان النايب ديالنا كيقول لك المحامي كيتلعب في هاد الدعوه، وكيطلب بان يعطيه جوج المليار ويمشي بحاله ويتخلى على الشرفاء، ولكن هو ما قدرش، قال له انا ما نقدرش نتخلى على الشرفاء ديالي. ودابا حاليا كيعيش في الارض الاوروبيه، كيعيش في الخارج، وان شاء الله كنطلبوا منه باش يرجع، باش ان شاء الله يربي يوقف معنا على هاد على القضيه، او الا ما قدرش يتنازل على النيابه. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعاش الملك.